السلام عليكم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ولي أول شيء نبدأ في إحدى الرؤى لإحدى الأخوات، وهذه الرؤية كما يعني أخبروني أنه هي موجودة على الإنترنت، أو شفتها أخت في منطقة السعودية قبل عدة سنين، فطلبوا أني أنا أفسر هذه الرؤية كيف ما أراها. يعني أكثر من شخص مضبوط لغاية الآن طلب مني أني أنا أفسر هذه الرؤية، فإن شاء الله يعني نتلو عليكم الرؤية ونحاول تعبيرها بما يفتح الله سبحانه وتعالى. يعني تكلمنا، هذه الرؤية ليست جديدة، عمرها كذا سنة. رأتها إحدى الأخوات في منطقة السعودية، تقول الأخت: رأيت في منامي شمس وخلفها قمرين، ثم سمعت صوت يقول لي: سيدخل نور القمرين في كل مكان، حتى الذي لا تتوقعينه يدخل فيه نورهما. وقال لي، يعني هذا الصوت اللي سمعته، وقال لي: اسم القمر الأول عبد القادر، واسم القمر الثاني عبد الباسط. أما عبد القادر فهو يمتاز بالأعمال، وأما عبد الباسط فيمتاز بالسلاسة. ثم قال لي: لا للأحزاب، لا للطائفية، لا للحركات، ولا للرايات. ثم قال لي: إن جميعها ستقع، ولا للتفرقة، وسوف يتساوى العباد ويجتمعون تحت راية وكلمة واحدة، وهي أنها لا إله إلا الله محمد رسول الله. كررها مرتين. وأضافت المتصلة وتدعى إمسارة أن المنادي قال لها: لا للحرب، للسلم، لا للفتنة، للأمن والأمان، لا للضعف، للقوة. ثم قال لها: يأتي شخص فيقال له من، فقالت له: من هو هذا الشخص وما اسمه؟ فقال لها: إنه عبد من عباد الله الأطهار، ومن صفاته أنه ستلين له الصعاب إن شاء الله، وإذا أراد أمرا يتحقق إن شاء الله، وسوف تسهل له الأمور إن شاء الله، ويمتاز، يعني هي هذا الشخص، بالأمر وليس باللين، ويمتاز بالقوة والسلاسة والأعمال. وبعد نهاية عرض تلك الصورة المفصلة عن وقائع الرؤيا للأنظار المشاهدين، يعني هون بتقول انه هذه الرؤيا عرضت على اكثر من مفسر، فكل مفسر او كل مؤول يعني اول هذه الرؤيا بطريقته. وزي ما حكينا، يعني عده اشخاص طلبوا منا انه احنا نأول هذه الرؤيا، ما انه احنا يعني اخواني يعني مختصين في الرؤى اللي تجينا، مش من اول رؤى من الخارج، ولكن يعني لشده الطلب نزولا عند رغبه الاخوان ان شاء الله نحاول ودائما نذكر اخواننا، يعني سواء
في الرؤى اللي هنحكي عنها او سواء في الرؤى اللي راح نعبرها. الرؤى ظنيه، ظنيه وليست قطعيه، ولا يترتب عليها احكام شرعيه. عشان هيك دائما نقول الله اعلم، ان لربما كانت الرؤيا صادقه ولكن التاويل شو كان فيه خلل. عشان هيك دائما الله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. نرجع للرؤيا. الرؤيا تتكلم في بدايتها انها رات شمسا وخلفها قمرا. خلف الشمس يعني الشمس في الامام، وخلف الشمس في القمرين، يعني في ترتيب زماني. نتكلم عن ترتيب زماني، وانه الشمس تسبق القمرين لان القمرين بيجوا خلفها. هل عاده اخواني يعني من تجربتنا في الفتره الزمنيه السابقه، الرؤى التي كان يكون فيها شمس وقمر او اكثر من قمر، قمرين، عاده كانت تؤول للرسول عليه الصلاه والسلام والمهدي، احيانا للمهدي وسيدنا عيسى، احيانا لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وسيدنا عيسى. ولكن هاي الشخصيات الثلاثه المحوريه في رؤى اخر الزمان، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والمهدي عليه السلام وسيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام. وهنا في هذه الرؤيا نتكلم عن شخصيه رابعه، شخصيه رابعه التي تكلمت عنها انها تمتاز بالسلاسة والقوة. يعني في شخصيتين تكلمت عنهم، واحدة تمتاز بالسلاسة، واحدة تمتاز بالقوة. الشخصية الثالثة جمعت بين صفات الشخصية الثانية والثالثة، انه في عندها قوة وفي عندها سلاسة في نفس الوقت، وصار في عندنا اربع شخصيات. الذي اذا جينا في الترتيب الزماني احنا للشخصيات، في شخصيات اخر الزمان تكلمنا اخوان، الشخصيات من جهة الاسلام مش من خارج الإسلام، يعني مش زي الأعور الدجال، مش زي السفياني، ندخل داخل حظيرة الإسلام. في هذا المكان الشخصيات، إذا بدنا نرتب الشخصيات اللي موجودة، راح نشهد أولاً المهدي، وبعدين شو راح نشهد؟ سيدنا عيسى، وبعد سيدنا عيسى، أو بدناش نقول بعد سيدنا عيسى، بعد المهدي سنشهد خليفة للمهدي. يعني من الأحاديث اللي احنا شفناها يقال له القحطاني، القحطاني. عشان هيك سندخل هذه الشخصية الرابعة اللي هي شخصية القحطاني في هذه الرؤية. بهذا الترتيب بصير في عنا الشمس، ولا ننسى أن الله سبحانه وتعالى وصف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه سراجا منيرا، وسراجا منيرا. فسيدنا محمد يعني الشمس هنا تتوافق على أنها هي كناية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بس احنا بنعرف إخوان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قضى، إنما ما سيعود في زماننا في آخر الزمان شو هي؟ الخلافة على منهاج النبوة. فنور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهداية سيدنا محمد ستعود وتتجدد في آخر الزمان. عشان هيك نقول إنما تكون هنا الشمس كناية عن الخليفة، أو عن الخلافة مش الخليفة، عن الخلافة التي ستأتي في آخر الزمان على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. بمعنى أن سيرة أو صيت الخلافة سيظهر قبل فترة زمنية من باقي الشخصيات قبل المهدي، سيكون هذا الذكر، ذكر الخلافة، سيكون له تأثير على كثير من الناس، سيكون له تأثير على كثير من الناس. فمعناه الشخصية الأولى اللي شفتها القمر، أعتقد ودائما أقول الله أعلم، إنما تمثل عودة الخلافة على منهاج النبوة. هلا نأتي إلى القمرين. القمرين مين هم؟ شفنا بعد ذكر الخلافة راح نشوف مين؟ المهدي وسيدنا عيسى. فأحد القمرين سيكون كناية عن المهدي، والقمر الثاني كناية عن مين؟ عن سيدنا عيسى. هلا لو نظرنا للصفات اللي وصفتهم الأخت في الرؤيا، بنعرف انه المهدي سياتي كقائد جند عسكري، يعني يتصف بايش؟ بالقوه، عبد القادر، عبد القادر. اما سيدنا عيسى فستكون صفته الرئيسيه انه سيبسط دين الاسلام على وجه الارض، ولن يبقى يهودي او نصراني الا ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويدخل في دين الاسلام مع سيدنا عيسى. فعبد الباسط يعني عبد القادر كناية عن المهدي وهو أحد القمرين، وعبد الباسط الذي سيبسط دين الإسلام كناية عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. الآن نرجع كمان مرة نقرأ الكلمات.
رأيته في منام الشمس، قلنا إنه هي كناية عن عودة الخلافة على منهاج النبوة، وخلفها قمرين، ثم سمعت صوت يقول لي سيدخل نور القمرين، يعني بعمل المهدي اللي هو القوة والقيادة سيعود نور الخلافة ويدخل في كل مكان، حتى الأماكن التي لا تتوقعينها يدخل فيها نورهما، وأيضا نور سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن سيدنا عيسى سيكسر الصليب ويضع الجزية ويخير أهل الكتاب كلهم بدخول دين الإسلام أو القتل. وقال لي اسم القمر الأولاني عبد القادر، كناية على القدرة والقوة العسكرية التي ستكون مع المهدي، واسم القمر الثاني عبد الباسط، كناية عن بسط دين الإسلام مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. أما عبد القادر فهو يمتاز بالأعمال، أعمال عمل تعب شغل، سيقوم بأعمال كثيرة من لحظة ظهوره إلى لحظة مماته، قائد عسكري سيقوم بسحب الظلم الموجود في كل الدنيا وإبداله بالعدل بالأعمال. وأما عبد الباسط فيمتاز بالسلاسة، ليش؟ لأنه أمره مقدر من الله سبحانه وتعالى، وكل أموره يعني هي هبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، فسيكون عنده القدرة بتأييد الله سبحانه وتعالى أن يبسط ما هو يريد في هذه الدنيا، لذلك فأعماله تمتاز بالسلاسة. ثم قال لي لا للأحزاب، لا للطائفية، لا للحركات ولا للرايات، هذا إخواني سيبدأ مع المهدي وسيتحقق مع مين؟ مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال لي أن جميعها ستقع، يعني كل هذه الأحزاب ستقع ولا للتفرقة، وسوف يتساوى العباد ويجتمعون تحت راية وكلمة واحدة، وهي أنها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا إخواني مصداق للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أنه سيدخل الإسلام في كل بيت حضر ومضر مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. أضافة المتصلة لا للحرب للسلام، يعني نحن المسلمين يعني ضد فكرة الحرب، أصلا اسمنا مسلم لأنك أسلمت نفسك، وكلمة السلام من الإسلام، من سلمة من أصل السلام، والله سبحانه وتعالى من أسماء السلام، والجنة دار السلام. إحنا ندعو الناس للإسلام وإسلام أنفسها لله سبحانه وتعالى لدخول جنة السلام دار السلام، هذه دعوتنا وليست دعوتنا للحرب، إنما يأبى الشيطان إلا أن يقاتلنا في هذه الدعوة، فنرد على الشيطان حربه، فإحنا لا ندعو للحرب ولا بأي حال من الأحوال. نشوف، قال لا للحرب للسلام، لا للفتنة للأمن. بنعرف إخواني أحداث آخر الزمان إنما هي فتن، وهذه الفتن ستعصف في كل البيوت، ولن تترك بيت من بيوت المسلمين إلا وطلطمه بلطمه في هذه الفتن، إنما هذه الفتن بإذن الله مع الصبر الجميل ستنتهي وستأخذ ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. فإحنا نحاول أن نصمد في هذه الفتن حتى يأتي الأمن الذي وعدنا فيه مع المهدي وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فلا للفتنة للأمن والأمان، لا للضعف للقوة. إخواني إحنا حاليا والأسف يعني نقول المسلمين ضعاف، مش بالسلاح والعتاد، ضعاف بالإيمان، وهذا منقول سبب يعني قوة الشيطان وتغلب الشيطان علينا. عشان هيك إخوان ندعو أولا المسلمين أن يتركوا حب الدنيا اللي دخل قلوبهم ويبدلوها بحب الآخرة حتى تعود قوتنا إن شاء الله في هذه القلوب. ثم قال لها يأتي شخص، هلا بعد المهدي نعرف ان اخوان المهدي كما علمنا الرسول عليه الصلاه والسلام سيملك 5 أو 7 أو 9 سنين على حد اقصى، يعني من لحظه ظهوره الى لحظه مماته ستمر تقريبا 9 سنوات، وسيدنا عيسى سيملك 40 سنه، يعني سيبقى سيدنا عيسى بعد موت المهدي، او المهدي سيموت في حياه سيدنا عيسى. واحنا بنعرف اخواني اسمه خليفه، يعني شو راح يصير؟ راح ياتي من بعده خليفه اخر. وبنعرف من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام انه يملك بعد المهدي شخص اسمه القحطاني. القحطاني شو صفته؟
صفته انه تربى فين؟ في حياة المهدي ومين؟ وعيسى بنفس الوقت. لما يتربى عند التنين شو بياخد؟ يتشرب من الاثنين، كل واحد افضل ما عنده. فمن المهدي يتعلم منه القوة العسكرية المطلوبة في حروبه وسيطرته وسياقته للناس. ومن سيدنا عيسى شو بتعلم؟ تعلم الحكمة والأدب الضروري في معاملة الناس. عشان هيك هذه الشخصية راح تكون صفاتها إيش؟ تجمع ما بين صفات المهدي وصفات سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فنعتقد أنه هذا الشخص الذي جاء ذكره بعد القمرين، هذا الشخص الذي يمتاز بالأمر وليس باللين، بالأمر يعني بالقوة وليس باللين، وهذه تأتي من جهة المهدي، ويمتاز بالقوة والسلاسة. السلاسة بتيجي من فين؟ من جهة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام والأعمال. لأنه نعلم في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن القحطاني سيسوق الناس في عصا، يعني راح تنفذ الناس كل اللي بده إياه، وهو خليفة عادل بإذن الله. وبعد نهاية تلك الصورة المفصلة، طيب يعني هيك انتهت الرؤية، وبهذا ينتهي التأويل. ودائما نقول هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، فعلمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. هلا إن شاء الله بإذن الله نأتي للرؤى اللي موجودة عندنا في حوزتنا، نتكلم فيها بما يفتح الله سبحانه وتعالى. يعني تتذكروا إخواني قبل فترة تكلمنا عن رؤية أن النظام الحاكم في السعودية قام بتسليم مفاتيح الكعبة لشخصية إيرانية. وقلنا يعني دائما إخواني لا ننغلق على المعاني، المعاني رمزية، المعاني قد تكون رمزية ولا يشترط فيها أن تكون على الحقيقة، يعني كما تنص الرؤية لربما كانت رمزية. فهذا يعني أنه بطريقة ما أنه القرارات التي تتخذ بشأن الكعبة ومحيطها يعني الحرم، يعني يشارك فيها أو يقرها النظام الإيراني بطريقة ما أو بأخرى. ليش احنا بنذكركم في هذه الرؤية؟ لأنه جاءت رؤية جديدة تتكلم أنه الحفريات التي تتم حاليا في صحن الكعبة، عملوا بكون بحفريات، هذه الحفريات يشرف عليها نفس هذه الشخصية التي تم تسليمها مفاتيح الكعبة. يعني في عنا شخصية تقوم بهذه الحفريات، يعني ظاهرها انه هي سعودية ولكن على الحقيقة شو هي؟ إيرانية. بمعنى انه القرار في الأعمال التي تقوم في الحرم أصبح بطريقة ما إما مشترك أو ترك بالكلية لهذا النظام. فهذه الحفريات يعني يهدف أو من وراءها عدة أهداف. ونذكر إخواني أنه محمد بن سلمان اللي هو حاكم بلاد الحرمين أو الذي يحكم السعودية حاليا، يعني هو مشغول ببناء مدينة أخرى اسمها نيوم. هذه المدينة مدينة سياحية وستكون مشتركة ما بين الأردن والسعودية. وطبعا إخواني احنا بنعرف من الرؤى، شفنا انه هناك مشاريع استثمارية لمحمد بن سلمان في دولة إسرائيل، فهي ستكون جزء من مصر وأردن وإسرائيل والسعودية ستشترك فيها جميعا في هذا المشروع. وهو مشغول جدا في هذه المدينة، لربما هو يرى انه الفائدة التي ستأتي من هذا المشروع الدنيوي أفضل من إيش؟ من الفائدة اللي راح تأتي من مكة ومحيطها من الحرم. عشان هيك تقرر انه هو يعطي الحرم لمين؟ لجهة اخرى تشرف عليه بطريقة ما او باخرى. فنقول انه الحفريات من وراءها عدة اهداف. اذا تتذكروا اخواني تكلمنا عن رؤية سابقة تتكلم عن محاولة زرع متفجرات تحت الكعبة بطريقة ما، او بطريقة ما زرع متفجرات في برج الساعة ومحاولة هدم برج الساعة بحيث يقع على الكعبة نفسها لهدمها. يعني هناك مخطط لهدم الكعبة، فلربما كانت هذه الحفريات فيها لا زالت مرتبطة برؤى سابقة اللي هي فيها يعني منشوف أهداف للوصول إلى هدم الكعبة. ونذكر إخوان إنه
احنا تكلمنا في كثير من الرؤى ما كنا نشوفها على الساحة، ولكن لما كنا نتكلم فيها كنا نكتشف وجودها فعليا على الساحة بعد فترة، بعد أسبوع، بعد يوم، بعد شهر، بعد شهرين نشوفها تحقق على الساحة. لربما أصبح عند بعض الناس فكرة إنه إذا إحنا سوينا الشغلة على العلن قدام الناس هذه راح تكون أكثر شغلة مخفية. عشان هيك الحفريات اللي بيقوموا فيها حاليا شو بيسووها على العلن. وإذا تتذكروا كمان إخواني تكلمنا في درس سابق إنه في فترة من فترات تم إطفاء الكاميرات التي تراقب صحن الكعبة، وطلبنا بإعادة فتح هذه الكاميرات ولكن لم تفتح في ذلك الوقت. الآن هذه الحفريات فين موجودة؟ تحت الكاميرات. يعني أي واحد بيفتح التلفاز وبحط على المباشر للكعبة شو بشوف؟ بشوف الحفريات. يعتقد الشيطان حاليا أنه أكثر شغلة مخفية هي الشغلة الظاهرة على العين، ولكن إخواني إن ربك لبالمرصاد. يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين وأن يكشف وأن يحبط مخططات الشيطان التي يقوم فيها، فلا ننخدع إنه هذه الحفريات على العلن. هناك أهداف خبيثة جدا 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 من خلف هذه الحفريات، وأحذر وأنبه إنه الجميع يكون على حذر من هذه الحفريات، وراءها شر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني من الرؤى التي جاءت بخصوص هذه الحفريات أنه لا زال، وبتتذكر إخواني تكلمنا أن الشيطان يحاول البحث عن آثار هو يتكلم عنها أنه لها علاقة بالعالم الآخر، لها علاقة بالعالم الآخر. يعني آثار من الملائكة التي كانت تحط في صحن الكعبة وتبني الكعبة وتبني أو تساعد سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل في بناء الكعبة، بده آثار من العالم الآخر. يعتقد الشيطان أنه مثل هذه أو هكذا آثار تمكنه من الوصول إلى بوابات زمانية، شو بسميها؟ زمانية أو مكانية، ينتقل فيها من عالم إلى عالم آخر حتى يكون مستعد وجاهز عند الضرورة للانتقال من مكان إلى مكان آخر عبر هذه البوابات. فمن الأهداف أيضا لمثل هذه الحفريات أنه هو يبحث عن مثل هكذا آثار، لأنه هذه مكان يعني مبارك، يعني الله سبحانه وتعالى أذن لسيدنا آدم أن يبنيه، وهو موجود من أقدم الأزمنة التي يعرفها الإنسان، وساعدت وقامت ملائكة بمساعدة سيدنا آدم في بناء هذا المكان. كمان هدف إخواني من الرؤى لهذه الحفريات أنه يتم محاولة الوصول إلى بئر زمزم أو مصدر أو مكان خروج ماء زمزم. وإحنا بنعرف إخواني أنه ماء زمزم إنما يأتي من الجنة. شو يعني؟ من عالم آخر، مش من عالمنا، من فوق السماوات، ولكن بطريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالشيطان يحاول الوصول إلى أصل أو باب هذا البئر، بئر زمزم، عشان شو يسوي؟ عشان يستطيع أن يدرس ويتدارس هذا المكان، وأن يتحصل على آثار هذا المكان، وأن يحاول أن ينفذ من مكان إلى مكان عبر هذه البوابة. يعتقد أن هناك بوابة مكانية أو زمانية على مدخل بئر زمزم، فهو يحاول الوصول إلى أصل بئر زمزم. أيضا إخوان من الرؤى التي تتعلق بنفس الموضوع تتكلم إنه هناك محاولة سيقوم فيها الشيطان بزرع مواد أو أمور في بئر زمزم، بحيث تقوم بتنقيط نقاط خفيفة من مواد تؤثر على شاربي ماء زمزم. احنا بنعرف انه ماء زمزم في احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما شرب له، يعني ماء زمزم اللي بيشرب ماء زمزم ويدعو الله سبحانه وتعالى دعاءه مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. يريد الشيطان بطريقة ما افساد هذه الخاصية، انه يخرب ماء زمزم، انه الناس تصير لما تشرب ماء زمزم تفر من المكان وتهرب من المكان وما تطيق المكان، مش انها تتقرب منه،
لا نعلم ما هي هذه المواد. عشان هيك الإخوان هون إحنا يعني نخاطب كل الفنيين اللي في عندهم قدرة إنهم يفحصوا ماء زمزم، إنه إحنا على عتبة مرحلة جدا صعبة، فلا بأس إنك أنت إذا جعلت موضوع فحص الماء لوجه الله عز وجل عمل إلك، تأخذ عينات من ماء زمزم بين فترة وفترة، كل يوم كل أكم من يوم تأخذ عينة، إذا في عندك مختبر شو تسوي؟ تفحص هذا الماء، عشان إذا صار في تغيير في هذا الماء أو في خاصية الماء يعني نكون على بينة. ومنذكركم إخواني يعني من الطرق التي يمكن فيها فحص ماء زمزم في طريقتين. الطريقة الأولانية مقدار توصيل ماء زمزم للكهرباء، يعني إذا جبت أنت مصباح كهربائي، لامبة إحنا بنقولها، مش في لها بنحطها بسلكين بنحطها في الكهرباء تضوي. هلا أنت حطت الشق الأولاني في الكهرباء والشق الثاني اجعله سلكين، يعني حطهم في الكهرباء بس خليهم كأنه مفتاح. هذا المفتاح إذا حطيته بماء عادي بتلاحظ إنه الماء العادي بوصل الكهرباء بدرجة ضعيفة جدا، بتشوف كأنه اللمبة شو صارت؟ كأنها نواسة صغيرة. أما إذا وضعت طرفي السلك الثاني في ماء زمزم شو بتلاقيها؟ بتلاقيها ضوت 100%، كأنه السلك موصول. ففي لماء زمزم خاصية توصيل الكهرباء، وكل ما كانت هذه كل ما كان ماء زمزم أصلي شو كانت مقدار توصيل الكهرباء أكثر. يعني واحد جاب لك مية زمزم بتعرفش إذا أنت منيحة ولا لا، بتقدر تفحص عن طريق الكهرباء إذا كانت ماء زمزم صحيحة أم لا. هي الطريقة الأولانية. الطريقة الثانية التي يمكن فحص فيها ماء زمزم من خلال التجميد والفحص تحت مجهر إلكتروني. لما إحنا نجمد نقطة ماء وتحطها تحت مجهر إلكتروني بتشوف فيه لها أشكال هندسية. هاي الأشكال الهندسية كلما كان ماء زمزم أصلي وصحيح شو بتكون؟ الأشكال الهندسية أجمل وأجمل. فاللي في عنده مختبر يستطيع أن يفحص ماء زمزم سواء بالفحوصات المخبرية العادية أو بمقدار توصيل الكهرباء أو بالأشكال الهندسية اللي بيسويها ماء زمزم تحت المجهر الإلكتروني عند تجميد نقطة زمزم. عشان هيك إخواني أنا بدعو الأخصائيين الفنيين اللي في عندهم قدرة إنهم ما يتوانوا من يوم الطالع إنهم شو يسووا، يفحصوا ماء زمزم، لأنه هاي الرؤية ما جاءت من فراغ، إنما جاءت لوجود خط ما يتعلق في ماء زمزم. طيب طيب ننتقل إلى قبل ما ننتقل إلى رؤية أخرى إخواني، ونذكر تكلمنا قبل بضعة أيام عن محاولة زرع الفتنة ما بين الدروز وبين المسلمين، يعني أهل السنة من المسلمين. ونذكر إخواني الآن حاليا في مثل هكذا محاولة من فين؟ من فين بدأت؟ من الحدود السورية اللي موجودة في الجولان، داخل سوريا قريب من الجولان. هناك يعني وصلني أنه في عملية قتل لمجموعة من الدروز في إحدى القرى على الحدود في الشمال، وهذه من إيش؟ من بدايات زرع الفتنة. وهنا أنا إخواني بطالب الكل وبقول لهم بنبههم أنه هذه مش إشي والله بتم لأنه فلان بحب فلان أو فلان بكره فلان، لا، هذه أمور تحدث لأن الشيطان يأمر فيها. فاعرفوا مين هو عدوكم. عدوكم الشيطان، وهذا الشيطان هو الذي يجب أن يتم اتخاذه عدو، ولا نقوم بالانجرار وراء مثل هيك الأفعال خططها الشيطان. رؤية أخرى إخواني تتكلم عن الملك سلمان. هذه الرؤية إخواني يعني نربطها برؤية سابقة تكلمنا عنها. في رؤية سابقة تكلمنا إنه الملك سلمان تم اغتياله، وأولنا هذه الرؤية قلنا إنه عملية الاغتيال أو الرؤية وقتها كان إنه يحتضر أو يموت أو مات، إنه الاحتضار بمعنى الموت الفعلي، الموت الفعلي، أو إنه في مخطط لاغتياله فعليا، أو إنه اغتياله سياسيا بحيث إنه ما يكون في عنده قدرة على الحكم، وبالتالي ينتقل الحكم لمين؟ لولي عهده، زي ما شفنا ولي العهد كان ابنه محمد بن سلمان. الرؤية الحالية تتكلم انه يتم اعطاء الملك سلمان
حقنة دورية، دورية يعني إما كل يوم أو كل يومين أو كل أكم من يوم، حقنة دورية. يعني الظاهر اللي للعيان للناس اللي حواليه أو لمحمد بن سلمان إنه هي حقنة علاجية، ولكن على الحقيقة هي حقنة تؤدي إلى تلف تفكيره أو دماغه. المقصد منها إنه هو يبطل قادر على التفكير السليم. يعني المقصد الثاني يدخل في حالة إحنا بنقول في العامية إنه خرفاً هذا الإنسان وبطل قادر إنه هو يفكر بطريقة سليمة. فهذه إحنا إخواني إحدى الرؤى. رؤية أخرى أيضا تتكلم عن القصر السعودي. هذه الرؤية تتكلم إنه الشيطان يدخل إلى القصر السعودي بلا استئذان، يعني كأنه الشيطان تمكن بطريقة ما إنه يضع لنفسه أعوان داخل القصر السعودي. هذه الأعوان تستطيع أن تغير وتتحرك داخل القصر السعودي بحرية تامة، وإنه الكلمة تقريبا أصبحت شبه إلها. رؤية أخرى إخوان تتكلم عن غزة، وتقول تكلمنا في هذه الرؤية في السابق، ولكن نعيدها يعني، أو هي تكررت الرؤية على الحقيقة. تقول إنه بعض القيادات المحسوبين على حماس يفكروا يعني بقوة وشدة بالانسحاب أو الانشقاق من الحركة، لأنهم يروا أن المصالحة خديعة، والمقصد منها سحب البساط من تحت قدمي حماس، ومش قادرين هم يغيروا هذا الحال، فصار في عندهم توجه للانشقاق أو الانسحاب من الحركة أو من المصالحة على الأقل. رؤية أخرى إخواني تتكلم عن حلف بطريقة ما أو بأخرى ما بين سوريا ولبنان، بالأخص لبنان. بنحط بين قوسين كلمة سعد الحريري، سيظهر على الساحة وستكون هناك علاقات ما بين الدولتين تعود من جديد بطريقة ما أو بأخرى. نترقب ونرى. رؤية أخرى إخواني تتكلم عن زلزال أو مجموعة زلازل ستحدث في منطقة أوروبا، ودائما نقول والله أعلم، ومنكرر إخواني ومنقول الرؤى ظنية وليست قطعية، ولا يترتب عليها أحكام شرعية، وقد يكون المقصد منها تحذيري لمنع الشر، نأخذ بها من باب الاستئناس والاحتراز من وقوع الشر القادم. يعني لن يضر نحن نفحص إمكانية وقوع الشر ونتحرز منه لمنع حدوثه إن جاء في رؤية، لن يضر، ولكن قد نندم ندم شديد إن نحن قلنا لن نأخذ بهذه الرؤية ولن نأخذ من التحذيرات التي جاءت بها، ونقعد مكتوفي الأيدي ثم نكتشف بعد فترة إن الرؤية كانت صادقة. لا ندعي إن الرؤية يجب أن تتحقق، ولكن نقول إنه على الأقل الرؤى التي كان فيها تحذير نحن لا نستهين فيها، ونحن نأخذ بما جاء فيها من تحذير، ونكون على قدر المسؤولية لمنع الشر الذي قد يحدث من هذه الرؤى. طيب هيك إخواني بنكون إحنا حكينا عن الرؤى اللي موجودة بين إيدينا. في أحد الأسئلة أحد الإخوان طرح علينا سؤال عن معنى تمام التوكل والفرق ما بين التوكل وتمام التوكل. إخواني التوكل مثله مثل أي درجة من درجات الإيمان، وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص، والتوكل أيضا بالتالي يزيد وينقص. نحن في توكلنا على الله سبحانه وتعالى قد نصل إلى درجات عالية من التوكل، وقد نضعف ويضعف إيماننا في بعض اللحظات ويقل هذا التوكل. عشان هيك بنقول تمام التوكل هو قمة التوكل،
أما لو سألنا من ذا الذي قد يصل إلى تمام التوكل، شو منقول؟ كله قليلة من الناس قد تصل إلى تمام التوكل، ومن المؤكد أنه في ناس كتير في عندها توكل، أو معظم الناس تتوكل على الله سبحانه وتعالى. إلا أنه هذا التوكل من توكل طبيعي، في عندنا حق التوكل وفي عندنا تمام التوكل. أما حق التوكل يعني كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والله لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطن. فالتوكل شو معناها؟ إذا أنت جعلت الله سبحانه وتعالى وكيلك، فمعناها أنك تجد الله سبحانه وتعالى مجيبك، يجيبك فيما تتوكل فيه، وبالأخص في الأرزاق، وبالأخص أيضا إخواني في الشفاء. إن هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن 70,000 من المسلمين، هدول لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، هدول اللي بوصلوا إلى تمام التوكل. يعني بقول لك أنا يا عمي ما بطلب الرقية وما بدي أسوي رقية، وأنا بعرف أن الرقية شرعية، إحنا بنعرف أن الرقية شرعية، وأنه جبريل رقى سيدنا محمد، وأنه سيدنا محمد رقى ستنا عائشة ورقى الحسن والحسين، وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أدعية الرقية وعلمنا طريقتها. فالرقية شرعية وجائزة، ولكن لما يقول صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، شو يعني؟ يعني بقول لك أنا ما بدي أسوي رقية، سواء واحد يعملها علي أو سواء أنا أعملها، ما بدي أسوي رقية، سأكتفي بإيش؟ بالعلاقة اللي بيني وبين الله عز وجل، أني أنا أطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى بالدعاء. يا شافي اشفي أنت الشافي، شفاء لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بدي أدعو الله سبحانه وتعالى، بدي أخلي العلاقة بيني وبين الله سبحانه وتعالى بشكل كامل. فمنقول إخواني هؤلاء يصلوا إلى درجة يعني عالية من التوكل، قد يصلوا إلى تمام التوكل. ولما سيدنا محمد يقول 70,000 من أمتي، شو معنى؟ معنى عددهم قليل جدا. لما تتقارن 70,000 من مليارات البشر، معنى تتكلم عن جزء بسيط جدا من الناس اللي في عندهم تمام التوكل. فإذا جاء إنسان وقال لك أنا سأتوكل على الله سبحانه وتعالى تمام التوكل وما بدي أسوي رقية شرعية، لا تستطيع إجباره أنه هو يسوي رقية شرعية وتتركه إلى تمام التوكل. أما إذا جاءك إنسان قال لك والله أنا مش قادر وتعبان وبدي أسوي رقية شرعية، وقتها تساعده. أما لا تجبر إنسان أن يقوم بشيء هو ما بده إياه، هذا خياره، لا تستطيع أن تجبره عليه. فهذا إخواني الفرق ما بين التوكل وما بين تمام التوكل. إن شاء الله إنه إحنا توكلنا يحسن أمام الله سبحانه وتعالى، ونتوكل بالكلية على الله سبحانه وتعالى في كل أعمالنا وفي كل تصرفاتنا في أقوالنا وفي كل ما نقوم به. إن شاء الله نحسن توكلنا على الله ونجعل الله سبحانه وتعالى وكيلنا. طيب إخوان نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير.